الله وصبحكم الله بالخير يا رفاقة الخير. نحن موجودين في الرياض وقلنا خلنا نسوي مقلب خفيف في فيحان، زين نخطف فيحان نفككم جميعا منا خلاص ما شي فيحان، فبنسير للبيت. هو ملزم اننا يعزمنا على الغداء في البيت، فقلنا بنسوي له فيلم بنخطفه وبنشوف ها اخوانه بيفزعون له ولا بيقول شو بيسوون. زين فخلنا نشوف شو اللي بيصير الحين سايرين له. لا تنسى انك تشترك وتفعل الجرس عشان انت دائما تشوف الفيديوهات اول واحد. هذا سناب شات وهذا انستغرام، ونحن الحين متوجهين الى بيت فيحان، تو مخلص البيت. الله يبارك له في البيت، ولكن خلنا نشوف ردة فعل الجماعة هناك. ليتس جو. هد 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 اركب السيارة. انت وش فيك يا ولد؟ لا تحرك ايدك، لا تحرك ايدك. من انت؟ لا تحرك ايدك. علي وين؟ لا النظارة بتنكسر. فيحان هلا. اسمعنا عدل، سم بتوقف تصور فيديوهات؟ والله صعب. بتوقف تمقلب اخوانك؟ طيبه امطار عندكم يا فيحان. اجو زين بس لو تفكون اشماغ على لا يا فيحان، نبي نتصل الحين، نبي نشوف منو اللي بيفزع. والله ماشي الله يعين. لازم تتصل اتصال واحد يا فيحان. السلام عليكم المظلوم. الحقني انا مخطوف. المظلوم مظلوم جاهز مليون ريال ولا ما منرجع يا فيحان؟ اما جيب لك مليون عشان تركب هون يا ابوي اخذ اعطيك مليون بعد تبي مليون. انا قايل انا خذال من المضيوم. يا المضيوم يا اخوي انا في محنه. انزين يا مضيوم في ورطه. مذيول يا المضيوم. كم تقدر تدفع حقه؟ خلاص مش مليون. انا اعطيك المليون بس اخذه مني. والله بايعك هذا يا فيحان بايعك. قايل لك انا اتصلت على واحد في الغلط ما في الا هو. قوم يا اخوي فكنا من الرجال يا اخوي. خبرهم انه فيحان ما بيرجع خلاص. خلاص انت قوم بالمهام اوكي؟ الله الله بالاهل ودهم وجيبهم. عطوا الوصية، عطوا الوصية. الوصية جبس جدة السابع غسله كل سنة مرة. ايش صرافات البنك؟ صرافات البنك؟ ايه وينها؟ للاسف معي. خلاص هذه حلال علينا حبيبي، مع السلامة. الله حي الحمد لله على السلامة. بهذلت. ايش حالك؟ والله بهذلت. شو الاخبار؟ على العموم هو كان اختبار يعني نبي نشوف يعني احنا قلنا من شله من ودي ويانا فيحان الامارات ونخطفه ونفكه من العالم، ولكن اخوه شجعنا وايد انه لا الرجعة مرة ثانية. فيعني كان هذا التشجيع الطيب. فيحان جزاه الله خير، اول ما عرفنا ان احنا في الرياض قال والله العظيم ما تروحوا الا ما تعشوا عندنا وتغدوا عندنا، وينا والله وصرنا عند الريال عشان نتغدى عنده ومبارك له على البيت. وقولوا له مبروك على البيت. الله يبارك فيك. انت ما تترك حركاتك، اول شيء انتم لكم حق وواجب حبيب، وجايين في محلكم ومكانكم، انتم غريبين. لكن حقكم تبغونه بسلوم بالعلوم بتاخذونه، تبغونه على مزاجكم تاخذونه، اهم شيء لكم حق. رايتك بيضه، ولكن في حال كنا نبغى نسوي فيلم يعني شيء نخطفك. انا قلت الحين ابي المضيوم. والله ما شوف انت خسران. انا قلنا ابي المضيوم ومعاه هو يفزع وبيركب فوق السيارة وبعسكور بيسرع، بس طلع الكلام. لا هو انت اخذت المضيوم بينه وبينه مشاكل في حساسية كبيرة. مرة نعتذر للمشاهدين عن الحساسية الكبيرة. على العموم هذا الجمسة جد الخامس. جدك الخامس ها؟ اي مات وضيع المفاتيح، ما ندري ماذا يشتغل بسكين. قم يشتغل بسكين. لا تحق حق في حان. والله ما في فازع. ليش؟ يا بوي ما يستاهل فازع. افا والله ما في افا. انت خالي انت شكلك عينك على الجمس مال جدك ال 15. هذا جد ال 17. 17. بيت مبارك. الله يرزق خير ان شاء الله. اول من نزل البيت. يا الله. اول من دخل البيت. حياك الله. متوجهين ان شاء الله رب العالمين الى الكويت. زين وشوفوا عمران كيف نقوم الصبح نخطف على هذا احلى. زين هاي ما اعرف هذا التمر مع الناريل والثاني مع الفستق والحركات هذه. انا ما بقول الناريل ناريل. زين انا ما بقول ان شاء الله شو نقول وداعا ولا الى اللقاء للرياض. شو رايكم؟ اكتبوا لي في الكومنت تحت. على العموم متوكلين على الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحان الذي سخر لنا هذا. يا جماعه سووا لهم باي باي، يستاهلوا ربعنا. كفو والله. فالحين متوكلين الى الكويت الحبيبه. شكرا الرياض على الاستضافه الجميله. باي ذا واي درب الخفض 5:30.
انت تقول من الدرب؟ 6 عمران 41. انت كم ساعة؟ شفت الفرق؟ 6:41. انت كم ساعة عمران؟ 5:30. انت شو تقولون؟ من اي درب shall we go؟ Alright, alright. نشوف ما شاء الله الامطار. هذه سبتنا لك. املنا الوحيد هذه المحطة، ولكن طلعت مسكرة. لاحظين؟ ما في اي شيء. المكان مهجور، زين؟ انا دخلت وانتم بكرامة الحمام. ما في يعني حمام، ولكن يعني سويت لي حمام. سويت لي حمام، زين؟ ولكن صرت شي مكان شي فاضي ما في حد، اسمع صوت واتساب. ترينج ترينج. فيعني اوكي يعني يلا خلينا نتوكل، يلا العمري. فباجي يقول لك هوب من الضربة. 80 كيلو. فهل بنقدر نمشي ب تانكي فاضي تقريبا 80 كيلو؟ We'll see what's going on. كفر بلاستيك يضرب على التاير من داخل. نقدر نشله؟ ها؟ يخوز؟ لا، هاللي داخل التاير داخل على الطين يحمي السيارة من داخل الطين. تذكرون الصوت اللي موجود كان في السيارة تحت؟ الحين بنشيك عليه شو وضعه. هو أظن الكفر كان يضرب في التاير، ولكن خلي ترامب يدور له دريول ثاني، ما منك فايدة. راح 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 يا نصاب. ارجع 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 ارجع. والله حضرة الضابط. فالحين احنا جايين نشيك على الصوت اللي موجود ورا هني في التاير. موجود داخل. طلع قاعد طالع. شو طالع؟ شو حفله يعني؟ حفله تحت. شو بنت؟ شو بنت؟ شو دريول عاثر انت؟ دريول عاثر هذا ابوي. والله العظيم كنت بطيح بالحفره. اقسم بالله يا ابي بلش وراش حفره. بس ابى اقول الريال بيقول ما بسوي. صارت السواقه خلع عصب. يلا انا بقول لكم صدق، السيارة ترى ما فيها شيء، زين؟ بس بعسكور ما ادري شي بيوسخ عمره، بس اوكي يلا. هاي شوي عليك. انت جلست ورا وسمعت الصوت صح؟ صح صح. خلاص. ابوي ما في الحين ماشي بعسكور لا حد يكلمه، خلاص الحين وصلت فيه اخر شيء، كل ما حد يكلمه اقول والله ما بسوق. بوقف عنكم المصروف. ما خلاص شو نسوي؟ رضا الوالدين بعد شو نسوي به؟ الكفر يتحرك ويدق التاير. نحاول بس نقصه عشان نفتك من الازعاج. الحمد وصلنا وسط الكويت الحبيبة. عمران شو بلاها الموستنج قبل شوي؟ والله الموستنج قاعد يرحب فيها كان ينفذ حركات. لا والله الجميع ثابت. ها يلا قول شو بلاها. باجي سلامتك يرحب فينا الغيب. Actually this car is dangerous in the road. بورش باسكور بوكستر. بوكستر؟ اوكي. ما ادري اذا سمعت على الموديل الجديد اسمه بورش بوكسر. اهلا والله اهلا. اهلا بالكويت. بعد جدي. وصلنا الى الكويت، ولو ملاحظين هناك الكادي واقفه، ما ادري اذا تشوفونها ولا لا. بنسوي تشيك ان على السريع، زين؟ نتلاقى مع الاصحاب وبنشوف شو بيصير ان ذيس اميزنج داي. يا سبيك ان ايطاليان. يا رفاقة الخير، قبل شوية وصلنا الكويت واللهم لك الحمد. نفس ما شايفين لايف إلا أنها تبرق، أو السماء تبرق ولا شو يقولون؟ السماء شو؟ المهم في براك. على العموم يطيح مطر ونحن الحين في الكويت، بنشغل السيارة ومنسي نسلم على الشباب يا عسكر. صدقوني يا رفاقة الخير، وهذه الأمطار الحين ما شاء الله هنا في الكويت. اكتشفت شيء، أتوقع أنا أول مرة أجي الكويت. اتوقع، لا تضحك، انا اتوقع اني اول مره اجي الكويت. انت ايريس فنانه. الله سلام. شو 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 العلم فوق. يا سلام. هذا علمنا في هذه الامطار. ما شاء الله على البرق. ما شاء الله ما شاء الله.
عمران، بما انك انت ما شاء الله في الامارات واحنا طالعين صورنا الرادار، وفي السعودية صورنا الرادار، وهنا في الكويت صورنا الرادار. اتوقع انه واحد من حقوقنا نطلب الصور هذه عشان تكون واحدة من الذكريات. فاذا كنت تشوف الفيديو، اذا شفت الليموزين زرقاء حلو، كلمونا احنا مندفع مخالفة اللي علينا، ما عندنا مشكلة، سوري ان خالفنا ما كان ودنا، ولكن بالصورة يعني للذكرى. اوكي شوفوا الامطار، شوفوا الامطار، اللهم لك الحمد، والله اللهم لك الحمد يا اخي، اللهم صيب النافع يا رب. ادعوا ادعوا ادعوا، الله يحقق كل امانيكم. الله، شو هالسر بذمتكم، شو الامطار هذه؟ امطار الخير. ها امطار الخير. والله الحمد لله احنا اليوم وصلنا حبيب قلبي. هلا هلا ما شاء الله تبارك الرحمن. ها امطار في الكويت ما يحتاج، ونحن الحين في الديوانيه وقاعدين. اقول لك دايم ايش هكذا، لا تقول، اقول لك اسمع انت، اسمع الجرس، احلى جرس هذا، لا 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 تسمع الجرس، في حد جاينا الحزه، جاينا الحزه. انا باسكور يسولف ويا ابو ميد. ابو ميد تعال ابوي، تعال بارك الله فيك، تعال. نحن ابوي نبي نسالك سؤال زين، ونبي الجواب ماله. حلو، انا ريال ما اعرف يمكن. حلو، شو اخبارك اول شيء؟ تمام خير. طيب صديقي، انت الحين في الكويت زين، هل تقولون يا واي؟ ما تقولون صح، انا ما سمعت حد. ايش فيك يبا؟ ايش فيك يبا؟ بس ما حد يقول يبا. لا ما يعني ها مسلسلات غلط. ها لا المسلسلات غلط غلط. لا والله غلط. اوكي اوكي هنا الحزه بعد تقولون في يوم 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 حد يدق هذا، تعال اقعد انت، اسوي لكم قهوه. الصبر انت، خل عنك قهوه الحين، قهوه عندنا مقابله تحقيق. هاي مسوي تحقيق، احنا بنعرف لازم نخبر العالم. ضاربين خط 1000 كيلو ما شيء، يعني تحقيق مسوي، نبي نتاكد من المعلومه هاي. انزين الحين الحين يوم تدقون جرس تقول من وين هالحزين؟ لا ما حد يقول هذا، ما تقول. نفس الممثل اللي في كل الافلام، ونفس الممثل بس يطلع ثانية واحدة يقول أمنية إنها الحزة ويختفي. إنزين سؤال سؤال، أنت الحين العصر تروح الشركة ولا تتمشى ويا الشباب؟ أكيد مع الشباب. شركة مو كل عنده شركة. والله شوف يا أصدقائي، أنا بقول لكم شيء، والله بناء على معلوماتي القليلة عن هذا البلد الجميل الكويت، حقيقة صراحة أقدر أقول لكم إنه هذا الكلام مش موجود صراحة، حزين وهالحركات مش موجودة. زين كونفير من عند الشباب الطيب. يوم ميت يضبطنا بالشاي هناك، بس كانت الشاي هناك كله وسلطان ما شاء الله موجود ويانا هني. حياكم الله. دخل علينا ما شاء الله لابس القحفية العمانية. والكندورة إماراتية. إماراتية. ها؟ وكويتي. ما شاء الله مسوي دول الخليج كلها في مكان واحد. كفو عليك والله. والله طلعت العيلة كلها جو. خير ما شاء الله الدنيا غرقانة. ولكن اقول لكم شيء، قبل شوي كنا عند ام ميت زين، اللي قال اللي تبونه في الكويت ومن هالسوالف، وما قصر والله، رايته بيضه، بس قالوا بيشوفوا هذا بعد واحد من اداب الضيافه، يودوا انترنت واي فاي كذا. واي فاي حقنا كله، فمرتبك الحين انترنت ومن شيء اصغر، هذا سناب شات وهذا انستغرام، العلوم كلها كانت هناك زين. فعشان اقول لكم كيف اساليب الضيافه، والله شيء يزقر. هذا كان اول يوم عندنا في الكويت، بعد شوي عاد لازم ننزل الكاميرا ونسولف ويا الشباب لفه سريعه في الافينيوز والامكان، وان شاء الله ونلاقيكم غدا ان شاء الله. طاحت الدله وعمران ما شاء الله عليه، بركن السياره شوف كيف وين. يا سلام، والله احس استضافه صراحه قدام الباب شويه، بخلونا ندخل السياره داخل عند المحلات. ها شغل فنان.